كيفاش نتعامل مع النرجسي من فضلك راني نعاني سي ترو كومبليكي. الانسان النرجسي هاد لي بيرفير نارسيسيك ما عندناش معاهم حل باسكو سي مالادي سوا علاج عند طبيب مختص سوا يقعدوا هكا افي ما كاش زعما طريقه التعامل كيما تجيني تقولي لي طريقه التعامل مع مرض معين نقول لك نو عندكش تعامل معه عندك طريقه علاج يفو سواني لي بيرفير نارسيسيك لازمهم يتعالجوا سواء عندي ميدسان سواء دي بسيكولوج ولا مع بسيكوتش ولا دي ما باليش انايا نيمبورط دبر راسهم المهم لازم يتعالجوا سي مالادي. هاد الانسان النرجسي كيفاش نقدروا نعرفوه؟ هو انسان مريض بالعظمه لازم يحس روحو حاجه خشينه لازم الناس كاتش تشكرو تقدروا ما يدير والو عنده اضطراب كبير في الشخصيه تاعو عنده قلق مفرط